البعض يتساءل، وهذا سؤال رائج وشائع، يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلينا من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال.